اخبارنا ما راح اقول شيء عنها، خليني ابداها باول اخبار مع تراد. بس قبل ما ابدا اول اخباري، من جد موضوع نزول الراتب مهم والله. قاعدين نتكلم احنا والشباب هنا صراحه، بما اننا على رمضان. أيوة، تعرف رمضان، مصاريف وكذا والعيد. يس ثلاثة والله خليني ساكت. طيب خلينا نبدا الى موضوع. ايوه نبدا موضوع هو نفس السالفه اللي تحدثنا عنها، موضوع السعرات الحراريه والتنشيف. بدايه حنبدا بخبر الزام الباعه بتوضيح عدد السعرات الحراريه للاطعمه، لكن في امريكا. مع انه يعني طلعت امريكا كم مره وكانت كانوا حريصين جدا انه يكتبوا هذه السعرات الحراريه، بس بقول لكم ايش مكتوب في الخبر. اصبح العديد من المطاعم والمتاجر الكبيره ومحلات البقاله ودور العرض السينمائيه في امريكا مطالبا فيها بتوضيح عدد السعرات الحراريه للاطعمه المعروضه زي ما بنشوف هذه الصوره، وذلك في اطار حمله للحد من البدانه وتقليص تكاليف الرعايه الصحيه في الولايات المتحده. واللي ما يعرف، امريكا من اكثر الدول في العالم موجود فيها بدانه بنسبه كبيره جدا. نتمنى يصير عندنا هذا الموضوع بشكل كبير. واعتقد بسالت كابتن زياد بقول له، بيقول لي حتى لو كانت وجدت السعرات هي مهمه جدا، لكن اعتقد التوعيه انه شوفوا ايش اللي لكم واللي عليكم هذا اهم. اكيد يعني صراحه فعلا اول ما قريت الخبر ترى تمنيت انه هذا الشيء يكون موجود عندنا هنا في كل مكان، عشان حتى في المطاعم. يعني احنا بناكل ثم نحس فجاه نلاحظ انه نحن ايش هذه الصوره؟ هذه الصوره اللي تجيب منا اثنين. عموما خلينا نروح لخبر اخر. صح إيه. الخبر عن أكثر الطرق الجوية ازدحاما في عالم الطيران، وأول ما قريت الخبر فعلا جت في بالي دولة وطلعت صح فيها. تخيلوا معايا لها هذه الدراسة الجديدة اللي أثبتتها وأجرتها مجموعة OAG العالمية أن الطريق الجوي بين مدينتي كوالالمبور وسنغافورة هي الأكثر ازدحاما على مستوى العالم، وحيث قامت بأكثر من 30,000 رحلة خلال عام 2017، وتستغرق الرحلة قرابة الساعة. وتخيلوا معايا أنه كمان كانت 84 رحلة جوية كل يوم، فطبيعي أنه هذا الطريق الجوي اللي بيكون أكثر ازدحام في العالم اللي هو بين مدينتي سنغافورة وكوالالمبور. واو، شيء والله أوف قد كده. عشان بس عشان موضوع الزحمة هذا، مجموعة OAG، أنا أعرف AOG اللي في الخطوط يشتغلوا خطوط الطيران بشكل عام، يسموهم Aircraft on the Ground، اللي هم وظيفتهم يطلعوا الطيارات بين الأرضية يخلوها في السماء، كل ما قعدت كل ما تحسب عليهم فلوس. بس هذه المجموعة OAG أكيد ممكن في سنغافورة. أي أكيد في ربط بينهم وبين اللي عندنا، لكن عموما الله لا يجيب زحمة، والصيف جاي الله يستر، اللي ما حجز يحجز من بدري، واللي تكنسلت رحلاته الحمد لله والشكر ماني زعلان من أي حاجة. عموما إلى اليوتيوب اللي بيحذف فيديوهات بتشجع على الغش المدرسي. زعلانة أنا من اليوتيوب. ليش؟ زعلانة عشان؟ ليش حذف الفيديو هذا؟ معقول انت؟ على اساس انه عندي مدرسه، بس انا حاسه فيهم. انت تبغي يعني تكوني قلبك معاهم وتبغي تساعديهم؟ يا بحاول. طيب انا اقول لك ايش اللي صار في هذا الخبر. يقول لك حذف موقع يوتيوب مئات التسجيلات المصوره اللي بتقدم تعليمات ومقترحات عن كتابه المقالات الاكاديميه للطلاب بمقابل مادي وتشجيع التلاميذ على الغش في المدارس، وياتي حذف مقاطع الفيديو بعد تحقيق اجرته بي بي سي البريطانيه، افاد بوجود اكثر من 250 قناه على اليوتيوب فقط عشان تحتوي على اعلانات مدفوعه. في اشياء اهم تنحذف صراحه من الغش. يا بس يعني صراحه حتى اذا حذفتوها ترى في اليوتيوب ترى موجوده في كل مكان، سناب شات، انستغرام، فيسبوك، طبعا واتساب، ما خلوا ولا بقوا طلابنا وطالباتنا ما شاء الله عليهم. اصلا يعني هم يعلموا، هم يدرسوا، ما يتعلموا من هذه المواقع. ويتوارثها الاجيال يعني، كل مره بتتطور التكنيكس. صدقني هم يعلموا يدرسوا ما يتدرسوا ابدا. ما يحتاج يوتيوب على قولك. عموما نروح لخبر اخر، راح نتعرف مع بعض على اخطر سمكه في العالم على الاطلاق، واللي راح نشوفها مع بعض في هذا الفيديو. وصنف العلماء السمكة الصخرية كأخطر سمكة موجودة في العالم، حيث أنها لا تمتلك أي شوك لا تمتلك أشواكا مميتا على ظهرها فحسب، بل وشفرات حادة تخرج من رأسها وتحتوي على سم خطير
يقتل من يتناولها في غضون عدة ساعات فقط، وهي تعيش بالقرب من المياه الضحلة في المحيطين الهادئ والمحيط الهندي. فتخيلوا هذه السمكة هي أخطر سمكة موجودة على الإطلاق في العالم، يعني أول ما تشوفوها حاولوا أنكم تتجنبوها، يعني أشواك على ظهرها، شفرات تخرج من رأسها، وسم. ما شاء الله، ثلاثة في ياكلها. واحد يس، ثلاثة في واحد. اللي ما يموت من الشكة يموت من السم، اللي ما يموت من السم يموت من بعيد الشر عنكم السامعين كلهم، يعني هذه مشكلة. شفرات موجودة في رأسها، يس. بس هذه إن شاء الله تكون بعيدة، على عمق بعيد إن شاء الله ما تكون في المحيطين الهادي والهندي، يعني المحيطات ما يزوروها. في المياه الضحلة يعني. أيوه، بس واحد انتبه. عموما من أخطر الأسماك اللي ممكن نواجهها في العالم إلى، يا الله ليه صبري حط الخبر هذا عندي؟ يعني انت، يعني انت عارف وضعي مع الاقمار الصناعيه والفضاء الخارجي. الحمد لله انه معك الخبر. طيب ماشي. يقول لك لماذا، هيا اسمع، لماذا لا يسقط القمر الاصطناعي؟ حقيقه انا ماني مهتم اني اعرف ليش القمر ما يسقط، لكن خذوا. يقول لك دوران الاقمار حول الارض تحكمه قوانين فيزيائيه، حيث يوضع القمر في اعلى طبقات الجو بحيث تكون مقاومه للهواء، مقاومة الهواء معدومة، ما يحافظ على سرعة القمر التي قذف بها والتي تفوق قوة الجاذبية الأرضية لينطلق إلى الفضاء الخارجي، بما يحقق توازنه ويبقيه في مداره. أنا أبغى جملة مفيدة، أنا عاوز جملة مفيدة. هذا كله ما هي جمل مفيدة؟ لا، لأنه كلام على ورق سهل، لكن تطبيقه على 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 الفضاء الواقعي. هذا واحد يقال انه معتمد على القمر، يقال احنا سمعنا صبري انه احنا انه جوالاتنا والدشات كلها معتمدة على القمر، ولكن I doubt it. ما اعرف في يوم من الايام ممكن يصير شيء خيالي ليك تراد تقتنع بهذا العالم وعالم الفضاء تحديدا، ونشوف. ما نعرف، دائما بتكون عندنا قناعات. بلكن. يس، ما ان شاء الله. هو نحن مكملين مع فقراتنا واخر الفنون التشكيليه، ولكن بعد الفاصل. بسمة جاهزة؟ كويس، ممتاز. ما طلعنا فوق ولا ايش؟ لا. نطلع خلاص.